السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. الراديو ده أول مرة يجي لنا في القناة، هو ده راديو سوني اللي هو الموديل بتاع الأي سي إف شرطة برو 70، اسمه برو 70، في كمان منه برو 80 أهوت. ده راديو متعدد الموجات ديجيتال بيخزن موجات، ونشوفه مع بعض. ده راديو السوني، راديو مالتي باند إف إم أند إم أند إس دبليو، موديل أي سي إف داش برو 17. على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني. بركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع برنامج طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه. سبب فتح الموضوع ده النهارده الصين. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله نقول اعجاب حضراتكم. ده راديو سوني، الموديل بتاعه اي سي اف شرطه اللي هو البرو 70، صنع في اليابان، متعدد الموجات، بيشتغل بادابتر 6 فولت وكمان 4 حجر قلم. ان شاء الله الفيديو نقول اعجاب حضراتكم، نتقابل في فيديو جديد. شكرا. ذس راديو سوني، راديو موديل اي سي اف داش برو 70، مالتي باند، ميد ان جابان. ثانك يو.